مرحبا واهلا وسهلا فيكم في موقع كراج دوت تي في. اليوم معي بيك اب سبيشال زي ما انتم شايفين، هو الاسوزو دي ماكس اي تي 35. اذا زرتوا معرض الكاستم شو في ابو ظبي الشهر الماضي، على الاغلب انكم شفتوا هذا البيك اب. هو اول بيك اب اسوزو بيشتغلوا عليه جماعه الارتيك تراكس هون في دبي. إذا ما بتعرف جماعة الأرتيك تراكس، هم هذول بيشتغلوا على سيارات الفور ويل درايف. هم اشتغلوا على بيك اب الهايلوكس الأحمر اللي طلع على توب جير، اللي ركبوا فيه جيرمي كلاركسون وجيمس مي للقطب الشمالي. الماتور الموجود على هذا البيك اب هو 3 لتر ديزل توين تيربو، قوته 63 حصان وعزم الدوران فيه 400 نيوتن متر. قوة السحب تبعه 3.5 طن. طبعا البيك اب فيه شوية خصائص حلوة، يعني في عندك شاشة لمس بالنص، في عندك 4 شبابيك كهرباء، في عندك سنتر لوك، المكيف تبعه كثير بارد، وفي عندك هيك بالنص العدادات في عندك شاشة بتعطيك شوية أرقام عن السيارة، منهم مثلا المدى. بس طبعا بما إنه هذا بيك اب ديزل فدائما المدى معك كثير، يعني ما تخاف على الموضوع هذا. طبعا هاي القصائص كلها حلوه، الماتور كويس، اداؤه حلو، لكن الاهم اهم شيء في هذا البيك اب هو التعديلات اللي عملوها الارتيك تراكس، لانهم بصراحه يعني عملوا هذا البيك اب وحش. هلا شوف، البيك اب هو بطبيعته حلو، يعني شكله بالنسبه لبيك اب كثير حلو، بس التعديلات هاي اللي عملوها عن جد انها طلعت رهيبه. يعني تطلع كيف هيك شكله فارش على الارض وهيك وحش كبير، فانا عن جد حبيت تصميمه، حبيت شكله. الان التغييرات اللي عملوها جماعه الارتيك تراكس هم انهم رفعوا البيك اب، صار هيك الجراند كليرنس تبعه اعلى، هذا طبعا شيء احسن للاوف رود. وعندك ظبطوا السسبنشن، جهاز التعليق يعني صار اقوى، وصار طبعا السياره كلها اعلى، فبدك سسبنشن يقدر يساعد على الموضوع هذا. وطبعا عندك حطوا عجال كبيره حجمها 35 انش، وعندك الجنطات 17 انش شفنا احلاها، انا بحب الجنطات السوداء كثير انها رهيبه. طبعا كان في شويه تغييرات شكليه لازم تنعمل حتى يقدروا يحطوا هاي التغييرات، وطبعا النتيجه زي ما انتم شايفين بتحكي عن حالها، بيك اب كثير حلو، كثير رائع ومميز. شركة الارتيك تراكس هي شركة متخصصة بتعديل سيارات الدفع الرباعي. بدايتهم كانت في اخر الثمانينات في ايسلندا، كان وقتها مؤسس الشركة يشتغل مع تويوتا وحب انه يعدل سيارات تويوتا لتتلائم مع التضاريس تبعت ايسلندا. الشركة مش مملوكة من تويوتا، لكنهم بيشتغلوا مع بعض بشكل أساسي جدا. يعني مثلا في الإمارات هون هم اللي بيعملوا الإكستريم رينج تبع الفطيم تويوتا. الشركة مش يعني محدودة بتويوتا، يعني بيشتغلوا على سيارات نيسان، وحاليا هي بلشوا يشتغلوا على بيكابات الأسوزو. ومن الاشياء الحلوه اللي عملوها انهم عدلوا تقريبا 20 بيك اب هايلوكس، خلوهم ال 6x6 هذا اللي بيكون له 6 عجال، فشكله هيك طالع كثير رهيب، انا شفت له صور رائعه جدا. ومعظم هاي البيكابات موجوده حاليا في القاره القطبيه الجنوبيه، موجوده مع بعثات علميه في هذيك المنطقه. إذا بتروح للجماعة الارتيك تراكس بطلبوا، يعني حيحكوا لك بدهم 7 ل 8 ايام عمل لحتى يعملوا لك الموديفيكيشنز تبعونك. طبعا بيعتمد على شو هاي التغييرات، يعني ممكن تعديلاتك تاخد اكثر، ممكن تعديلاتك تاخد اقل. انا شخصيا بحب شغل الارتيك تراكس، يعني تعديلاتهم رائعه جدا، وبنصحكم انكم تتابعوهم على القنوات التواصل الاجتماعي لحتى تكونوا جزء من الفور باي فور كلوب تبعهم. هم بيعملوا رحلات اوف رودينج كثير حلوه في الامارات، في عمان وفي ايسلندا. شكرا على المتابعه، ويا ريت تشتركوا في قناتنا، ويا ريت تعملوا لايك وشير لهالفيديو، وسمعونا ارائكم في التعليقات، وشكرا على المتابعه.